تمام، هذا أرك الصوص لهم، ما تسوي الأسنان وألم الأسنان وقع الأسنان وكول لسة عقبها خلاش تمس النزيف، خلاش يعني يمنع النزيف اللسة وكول لسة. هذا مطحون مع الكسوس أو معجون مع الكسوس، هذا أصلا ولا فيك كمية مواد كيميائية ولا مواد حافظة ولا كريمات، هذا طبيعي ما شاء الله. نوع الحلويات بتاكله وهو مع عصير رباني، نوع العصير رباني ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هذا أفضل أنواع الأركسوس والأفضل معجون معجون الأركسوس لتسوس الأسنان والبشرة والشرب كمان. الله كل حاجة واحد وكذا وسائل ما شاء الله. الله 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 على كل مواظب. نعلم في الأخير نه ها بنعلم في الأول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي رسول الله. ربنا هنفقه كمان مع الكسوس الرباني بحلاوة رباني وشفا من عند الرحمن ودواء وغيثة من عند الرحمن فهو في القرآن مذكور في صورة الإنسان كمان الله مشروب الجنة تماني هذا الأركسوسي وأنهار الأركسوسي سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله. أفضل العصائر فاقل جمال العصائر مشروب الأركسوم ما شاء الله. شفتم كله يغسل الكلى ويغسل المعدة ويغسل الأمعاء الدقيقة والغليظ والبنكرياس والعين كل حاجة، ويفتح العين ويفتح البشرة ونعم البشرة ويزيل شعر وعين يطول شعر راسه كل حاجة ما شاء الله. هذا فوائد عظيمة لا تعد ولا تحصى، ويمنع تسوس الأسنان ما شاء الله. يدعك بإذنك كده أو بحتة فرشة أو بإذن أفضل بصبع يعني كده وشوية تهرب أو بقماشة حتى أو في ليه في أي حاجة. بس مثلا أنا عملت فيديو وعملي عشان نتفرج ونشوف، ولا عاوز يفيد نفسه يفيد يسمع، واللي مش عاوز يفيد نفسه يفيد الآخر. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصراحة جدا جدا مفيد للغاية فوق الغاية فوق الممتاز. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. واحد كل سلطان هيخلص كم من الخصوص تحت القرآن الكريم. فضل الدكتورة جزان المنصوص من حبت سورة القصص تحت القرآن الكريم. فضل الدكتور عبد المجرد سيد أحمد عطيب وحبيبي سورة القصص. الله ما صلى الله وسلم وبارك يا رسول الله. ماذا الحمد لله الكسوس الرباني من عند الرحمن الله. الله مذكور وانكر عند القرآن. الله الله